الو، السلام عليكم. وين مريم؟ نعم اخي، شنو وقع لك التليفون؟ لا 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 لا، هيك فوا اجات الزرارة تخلى الصوت تطفى التليفون. سمعتي بعد راه قال مريم ما سمعتش بزاف، والله ما سمعتش بزاف. قال مريم صافي، قال سميتك. قال من الرباط ولكن هي في مراكش. لا انا ماشي في مراكش، لا انا في الرباط. لا راه سولت وقال لي الاصل ديالها من الرباط. لا، انا في الرباط. يلا انا نعاود نصوني عليه وحاولي تفتحي ودنك مزيان. صافي انا نفتحهم، انا حقت واحد الولد اللي هو واخا دري محترم، يعني زايرين. عيني زايغين. اه واخا هو بعد راه انسان محترم. اياه النمرة ديالو 0697. اياه يلا حاولي ما تهضريش. الو استاذ يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، كي داير؟ بخير بارك الله فيك. الله يطول عمرك. ما تعطلنا عليك لا ماشي مشكله التليفون هذاك الشيء فعلا قالت لي راه التليفون طفى وما سمعتش كاع الهضره اللي قلتي انت اصلا، لا في الاول ولا في الاخر. دونك غادي نعاود نسولك السؤال الاخير اللي كنت سولتك عليه. اوكي، شكون هي الانسه اللي كتموت عليها؟ غادي دابا نسولك بهذه الطريقه حيت انا عارف الجواب ديالك. مريم. اه مريم مريم. اه لا ماشي مريم. بصراحة الصعب في حياتي مريم، يعني اللي سنعرف يعني مستها هذه، واللي جمعتنا عقدها في الخدمة وعرفنا الحمد لله وبدلنا الاحترام بيناتنا والحب مؤخرا، يعني مريم مريم من غير مريم كانت فتيات كانت صراحة. كانت واخا. اعطيني واحد دقيقة نتصل بك. شوف اللي يكون فعل واخا. اي كاين الحل. دابا هذا دابا بغيت كتسميني مزيان ياك؟ كان سمعي ماشي. انا راني فكرت يا اخوان منير. الو ماشي من منير. الارشيف ما كيرحمش. تاك سولد يا ريت النمره ديالك. كلشي مزيان؟ الله يطول عمرك. غادي ناخذ وقت واحد دقيقه ولا جوج ان شاء الله على شي حاجه اللي زوين. 99% انك غتكون عرفتيها شكون. مريم من مدينه. تفضل مريم. نعم حاول تفكر، حاول تفكر، خذ راحتك. شوف حنا عارفين الشباب ديال هذا الوقت بلا ما نبغاو نهضروا. شكون هي هاد البنت اللي دابا انت كتفكر شكون هي هاد البنت اللي متوقعها؟ غير عطي الاسم. كانت هي راه غنقول لك، ما كانتش هي راه غنقول لك ماشي هي من ديبا. بعدا وحدا كاينه مريم في مراكش. مريم هاد مريم كتعيط واش ساكنه في مراكش؟ ساكنة في مراكش. لا هاد البنت هادي متصلة بينا، ما سميتهاش مريم. حاول تفكر، حاول تفكر مزيان حيت ما بغيتش هاد السوبريز تضيع عليك. نعم فتيحة. خليك معايا نشوف السيستيم. شفتي سمعت فعلا فتيحة اللي متصلة بينا السيوس. قول لي ودي راسك حيت الصوب غادي يسمعك. انا شكيت انك عطيتيني اسم مريم بحال شكيتي برنامج ولا ماشي برنامج وقلتي هذا الاسم هكاك. صراحه واش هادشي بصح ولا لا؟ قول لي. صراحه يعني ما فهمتي، ما بغيتي يعني انت كان ديري. اه يلا لحظات غادي ندوز.
سمعتيه ياك؟ ياك صوتو هذا هو دابا عرفتوا الاخوان، غادي ندير معاه واحد الحاجه، غادي نديروها معاه انا وياك مريم. احنا ما كنظلموش، ما بغيوش نظلموه، واخا لا غير سمعيني، الله يرضي عليك سمعيني، غندير واحد الحاجه. حنا ما نظلموش الخوت، واه واش 800 واحد غادي نظلموه؟ لا، غادي نهضروا مع، دابا ملي نهضر معاه تهضري معاه انت. حاجه واحده باش غنقدروا نوفروا ليه هو انه يعطينا الرقم ديال هاد الفاتحه كانت ونسولوها. متفقه معايا؟ يلا ياك هو باغي يتزوج بيك. داكشي علاش بغيت نقول لك، انا حاجه كيهمني في راسي، يعني انسانه محترمه، لا باينه والله، عمري يعني راني خرجت من النور العيب، هادشي اللي كيهمني. مزيان، يلا انا ينفع نهضر معاك، قول لي راه شكون هي الفاتحه اللي قلتي؟ يلا على بركه الله. دابا هو راه 100% قلق الفاتحه وقال لي لا راه ما صونيت ما حتى شي حاجه، الغلط اللي درتي هو التليفون طفى، اما كانت غتكون واحد المواجهه قويه جدا. ينفع يقول الو هضري معاه. قول لي الفاتحة هذه. لا ماشي مريم، الفاتحة. مريم. ماشي مريم. لا ماشي مريم، أنا فاتحة. أخبارك الفاتحة مزيان؟ مزيان الحمد لله، بارك الله فيك. شو هذا؟ مليان. طب مريم هذا؟ لا. تلف تلف داخ. مريم. مريم. أخبار شو هذا؟ الحمد لله بارك الله فيك. والله لا تنسي يا رام ديرون في دوامة. ما عندك كلاس مصريك ويا حق الله. أخبارك شو هذا؟ والله لا تنسي الحمد لله. هذا أنا هذا دكتور يوسف. هل أها يوسف باش تعرف الإنسان عزيز عليا؟ زعما دار بي الحب اللي بيني وبين. ربي يخليك يا مريم، شكرا أنا أستاذ على هذا البرنامج هذا، وربي يخليك ليا مريم، الله يسهل علينا والله يسهل على كل واحد. مريم أعطاك. شكون فاتحة؟ راك عارفه شكون اللي كان؟ لا انا ما عارفه حتى حاجه، انا كنعرف بانه بيناتنا الخدمه، انا ما عمري عرفت شي فاتحه ولا شي جوده. ماما مريم؟ انا ما كنعرف لا فاتحه لا ميلوده، انا بيناتنا الخدمه. صافي راح نعاود لك شنو كان الحوار اللي كان قبلها مريم. لا غادي يجي. حتى دابا دابا حنا نقول دابا شنو كاين، يعني اللي شفت السياسية انت دابا مريم. قولي لي واخا غادي ندير معاك هادشي اللي قلتي، انا بغيت نثيق فيك، ولكن قول ليه عطيني النمرة ديال الفاتحة دابا، عطيني نمرة الفاتحة دابا. يوسف. ممكن انا نثيق فيك بهادشي اللي قلتي دابا، ولكن عطيني النمرة ديال الفاتحة. بالطبع ده ما بنظر الدنيا على دي مريم، لا ما تجيب شيء. لا شوف يوسف، أنا ما كان عارفش فتحة، اسمح لي أنا ما بديت معك حتى موضوع. مريم أنا ما كان يفتح بيضا بسيطة كنت تفتح. قولي اسمع تبودني. أريح كله ولا بس اسمع. لا ولكن سمعت باللي قلت في محمد سمية ديال فتحة كاينة في حياتك وكاينة في مراكش. وقلتي لي ياك ما كتسمعني فاتحه، ياك ما سمعت فاتحه هادشي اللي قلت على مريم. يعني عاد غنجبد عاود نعاود التصفيط عاود ثاني غير. قولي لي علاش قلتي ليه ياك ما كتسمعني فاتحه؟ فاتحه من مراكش. ولكن في الوقت هذا صافي الحمد لله، حنا دابا شنو دابا الحمد لله حنا تعارفنا في هذه العلاقه هذه الحمد لله، غادي الحوار ديالنا اللغه
اشنو كتعرف عليا يوسف؟ شفتي دابا اش كتعرف عليا مريم؟ الحمد لله انا عارف بنت زوينه ظريفه بنت الناس، الحمد لله انا موعد ان شاء الله بالخطوبه ديالنا ان شاء الله وربي يسهل علينا. مرحبا مريم، واش مصيطرش شنو ولا كيفاش؟ تشتك بحال خليتي يغفل عليك، هضري على حقك، قول لي راني نمرت فتيحه ولا بلوك. لا انا بغيت نحيي، انا بغيت نعرف شكون هاد الفتيحه هادي، لان انت عارف جيتي عندي ديري انا كتبتي مني الزواج وانا عندي واحد الحاجه اللي هي ديري. والله ما كاين دابا شي بنت سميتها فتيحه ولا شي بنت سميتها نوال ولا حاجه. اول اللي راه كنسمعوها كنسمعها قلتي فتيحه. قولي لي قلتي لي ياك مفاتيحة كتسمع هاد الهضرة اللي قلت؟ وقلتي لي ياك مفاتيحة كتسمع هاد الهضرة اللي قلت، يعني انت خايف مازال من فاتيحة؟ ما كاين دابا شي فاتيحة مريم، الله يهديك. ما كاين شي حاجة دابا غادي نصحك بها قدام الملاء دابا. قولي راه كتسمعني غير بوحدك دابا، ما كيسمع حتى واحد. مريم ثقة بيا، يعني راه كان حياد مرة مرة صار. اسمعني اسمعني، دابا العاطل دايزة بيني وبينك بوحدنا، راك تسمعني غير انت. دابا شكون هاد الفاتحة هادي؟ واش معانا في الخدمة ولا شنو؟ عمري ما سكتي يا يوسف، كتفكر في شي كذبة؟ نعم. شنو شفتك سكتي؟ دوزة شوية، ما تقدرش تصاوب، دوزة شوية. ما تخليش يغوفل عليك، قولي نغوت ونفوت على الهيل، خرجي عينك، راه هو اللي غلط. لا شوف اسمعني مزيان، انا كتعرفني واحد البنت اللي هي ديري، يعني الا كاين شي حاجه راه كنقولها ديري، وعرفتيني ما عمري انا جلست مع شي واحد ولا خرجت مع شي واحد، انا كيهمني انني ندير المستقبل ديال راسي، فهمتي؟ يعني انت جيتي وقلتي فاتيحه. ولكن دابا سولي قبل شنو قلت دابا انا قلت له مريم، ولكن من بعد يعني صرفني هو صرفني. واش فيها من يا مريم؟ وشكون هاد الفاتحة؟ حطني نظرة معاها، عطيني النمرة ديالها نصوني عليها دابا. صافي من بعد غادي نعطيها لك، يلا حيد. اما عطيها لي دابا اما بلوك بصفة نهائية. لا خاصك تصيفطها لي دابا. والله ما عندي نمرة تاع الزر ديال الماي. خلي من بعد نزور الموقع ونحطو بيناتنا ونحطو هاد المشكلة هادا وصافي فهمتي عليا. أنا ما قابلش. لا يديك لا سمح لي. شوف شوفي قولي ما تقولي لا حبي لا والو، قولي أنا أختك. لا ما عمر كانت بيناتنا شي حاجة، كانت بيناتنا الاحترام، ما كاين لا حبي لا في التحمل. يا بنتي عاود ثاني صافي. شوفي اسمعي نقولك واحد الهضرة باش عتبتي. قولي شوف من هذا النهار هذا ما بقى بيناتنا حتى شي حاجه مريم. انت من انا صليت قولي صلاة الاستخاره البارح وهذا الشيء بان اليوم. قسما بالله ما كنتش فاتي الله يديك مريم. ولكن انا راه كنسمعها، سمعتها بودنية. قولي لي هذا الشيء اللي قلت لك، قولي انت من اليوم صافي باش اذا كان شي حاجه يعطيك نمره ما عطاهاش لك صافي عرفي راني طرح خلاط. شوف يوسف انا نقول لك واحد الحاجه، من اليوم اسمح لي غادي يبقى بيناتنا الاحترام ويمكن نبقى خوت، حيت لأنو خاصني نعرف شكون هاد الفتيحة. تعطيني النمرة ديالها مهدرة معاها ولا تسمح لي ما عمرك باقي مسح النمرة ديالي من عندك. مريم دابا تسامي معايا خايف تفتح لي دابا واحد النواطة دابا دخليها الراس. أنا كنت مع هاد البنت هاد الفتيحة كنت معاها ديجا قبل منا قبل نعرفو قبل نجي من هاد الخدمة اللي غادي نتعرفو فيها. من اللي عرفتها من الشمال هذه هذيك البنت يعني ما استخرت الله وما استخرت ربي بيني وبين الاستحاذة اللي غادي تكون بيناتنا. الحمد لله باقي تبيك الحمد لله، حنا غادي دابا في الغولاسيون ديالنا دابا انت صاحب الامور. قول لي علاش كتقول علاش قلتي ياك مفاتيحه كتسمع هاد الهضره مناش خايف ياك ما بينك وبينها والو علاش؟ يوسف اسمعني مزيان، يمكن كانت علاقة قديمة ولكن مازال قلت لي فتيحة وفي الأخر غير سمعني مزيان وفي الأخر قلت له ياك ما سمعتني فتيحة قلت هكا. قولي يلا هضر ناري يا أستاذ. طيب اللي بقى داولك صافي مريم صافي، معليش تيفان قدام نتلاقاو إن شاء الله غنبريفيو هاد المشكل صافي. شنو هو قولي نتلاقاو حلم لا اسمح لي.
انت عارفة اني يعني ما كنت تلاقاش، الا تلاقيت راه كنت تشوفو في الخدمة هادشي اللي كاين. دابا طب ما قولي ديك لي حاجة دابا عندك يقول لك راسك تشوفني في الخدمة صراحة. وجيت تسلم عليا ولا شي حاجة، قولي لي بحالك. ونزيد لك يا يوسف واحد الهضرة، غير اسمعني مزيان، ديك العلاقة ديال الضحك بيناتنا مازال في الخدمة راه ما كايناش. اوكي، احترمني من بعيد ونحترمك من بعيد، واسمح لي بزاف. هادشي اللي كاين، لأنه أنا خدامة بالمعقول والحمد لله، راك عارفني وعارفيني الناس كلهم ديال الخدمة. استاذ المريم انت ما جبتيش الكلمه ديال العيب، والله يهديك استاذ المايك راه انت اللي غادي نصح لك، والله ما كاين دابا شي حاجه ولا شي بلاصه سمعتي بس من غير قسما بالله انا حلفت لك. قولي انا صليت الاستخاره وبان هذا الشيء، الا صليتها ما عرفتش شنو غيوقع. انت عارف الحمد لله دائما انا غاديه في طريق الله، داك الشيء علاش صليت صلاه الاستخاره، وربي سبحانه وتعالى بين لي هذا الشيء. وعارف مريم راه الحمد لله راه عارف بنت الناس ولكن الله يهديك تبان تقيلي قسما بالله ما كانت تلبس من غير الحوار ده مو وقعت بيني وبين هذيك السيده صار ديما في الموضوع وديزا انا عاوز فيك اي خوف عندك في انا كيبان لي اسمح لي الحوار ده مور كازب، ولكن ما غاديش تجي حتى الخوت تقول هيك مفاتيحه سمعت هاد الهضره هادي، كيفاش واش هيك مفاتيحه سمعت هاد الهضره؟ يعني سمعت بلي قلتي في الاول مريم صافي شوف راه تقاعدوا لي الهضره حيت الكذاب صافي كيحصل. مريم قولي اش تسكتي؟ واش شنو كتفكر في شي كذبه ولا شنو؟ صافي برغات تسمحي لي درتي الحاجه. شوفي شوفي هذا باغي يصبغك، انا بلاتي نفكر شنو تقولي لي في اللاج. ايوا صافي سمعني مزيان، سمعني مزيان، انت كتعرف شنو هي مريم. انا ما بغيتش نقول على باش الناس تسمع كلشي شنو هي مريم، انت عارف قصتي الراس ديالي وعارف المعقول ديالي، الا قلت لك كلمه كانوا في بها، لهذا انا قلت لك كولد الناس خلي علاقتنا بالخدمه من بعيد واحترم من بعيد وسالينا. شوفي سمعي اش تقول لي دابا باش غادي يبان شنو داكشي اللي في راسك. غتقول لي يوسف غنقول لك اخر هضره عندي، ما انت من سامي ما انا من سهمك، عقلي عليها، ما انت من سامي ما انا من سهمك، انا بنت الناس، انا كنقلب على شي ولد الناس اللي معقول بحالي، انت فيك الخواض وغير من هضرتك دابا كتبقى كترعد. الله يعاونك ولد الناس، صافي صافي خرجي عينك، قول لي هو انت تقرب ليا في الخدمه ولا شي حاجه راه غادي ندير لك الشوهه. يعني يا يوسف نقول لك واحد الهضره وغتكون اخر هضره، انا غادي نقول لك ما انت من سهمي ما انا من سهمك، انت عارفني بنت الناس والحمد لله كاع الناس في الخدمه عارفيني، كل واحد شدو والخدمه غتكون اخر حاجه بيناتنا. هذا الشيء اللي كاين اسمح لي بزاف. الله يخلي لك فاتحة ديالك. والله يخلي لك فاتحة والله يكمل عليكم بالخير. وقول لي اسمع اقسم بالله وما عطيتي نمرة فاتحة في هذه اللحظة هذه باش تكون في راسك، قول والله ما باقي غتجمعني انا وياك شي حاجة، حيت زعما يقدر غدا ولا بعد غدا يهضر مع شي بنت ويقول لها غدير راسك انت هي فاتحة، وقولي قولي الا ما عطيتهاش لي في هذه الدقيقة اقسم بالله ما باقي تكون بيناتنا شي حاجة، حيت هادشي واخا خصو يكون. قولي اسكت اسكت هضرت كلها كدو عطيها هادشي اللي قلت لك. وبغيت نقول لك الا ما عطيتينيش لا قسمي 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 بالله قولي اقسم بالله واقسم بالله الا ما عطيتينيش النمره ديال فتحات هذا الوقت راه ما تسمح لي بزاف، ما نقدرش مازال حتى نهضر معاك حتى مكالمه، ما تعرفني ما نعرفك. قولي زعما تعطيها لي غدا ولا بعد غدا، قولي دابا. لا اسمح لي انا بغيت النمره ديال فتحات دابا. والله ما عندي شي حاجه، والله ما كاينش بنت، 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 والله ما كاينش بنت،
انت مازال ما سمعتيش، قال لك غلطت. قولي كيفاش غلطت، قولي عاود عاود قولي كيفاش غلطت، ما سمعتهاش مزيان. قولي كيفاش غلطت، واش لا سمح لي، واش هذا الشيء هذا فيها غلط ولا ما غلط؟ لا قولي عاود لي كيفاش غلطت، كيفاش غلطت يعني غلطتي في السنية ولا شنو؟ ولا قولي لي عاود عاود بحالك، قولي لي عاود عاود كيفاش غلطت وبحال بهذه الطريقة، عاود عاود كيفاش غلطت ما سمعتش مزيان، عاود عاود كيفاش غلطت ما سمعتش مزيان. يوسف عاود عاود شنو قلتي؟ لا قولي عاود عاود كيفاش قلتي غلطت في السمية، واش انا سميتي كيغلطوا فيها الناس؟ لا لا عاود عاود شنو قلتي؟ عارف شكون انا وشكون مريم؟ عارف ولا قولي عاود عاود كيفاش غلطت، واش انا سميتك يغلطوا فيها الناس اللي ما خلاو الرجال ما داروا عليا؟ لا لا بلاتي بلاتي، واش انا سميتي غلطوا فيها الناس وانت كتعرفني شكون انا؟ كيتلافوا عليا الرجال وانت تغلط سميتي مريم. الاحترام ديالك على الراس العين، ولكن انا من دابا من راه ما عرفتش دابا لا غلط. قولي شوف سالينا الله يعاون بلوك. انا رجعت من دابا بزاف يوسف. يوسف انا شوف انا ما عندي ما ندير بعلاقه اللي ماشي شي علاقه اللي هي ما وسالينا ما نبنيش على الجد، ما عندي ما ندير بها. اقول للناس والله يعاوننا ويعاونك وغاتجي معنا غير الخدمه ان شاء الله. ازيك يا مريم؟ سالينا اول الناس، سالينا سالينا اول الناس، ثلاثه الكلمات ما تزيدي حتى شي حاجه، سالينا اول الناس يعني بزاف ودخل في ودنك. سالينا اول الناس. ايه مركز باي هكا باي. يلا باي سلامة. يلا سلامة. ايوا اش غادي نقول لك يا مريم، والله الا كذاب هذا السيد، هذا كذاب. سمعتي؟ ما يصلحش ليك انت، والله الا بنت الناس انت بحالك انت في هذا الوقت باقا فيهم واحد 30%. واه لا اله الا الله محمد رسول الله. عرفتي شنو غادي ديري؟ عارفه الابليكاسيون اللي كندير فيها اللايفات مورا انستغرام يو ناو؟ اجي ليها اجي ليها، غادي ندير نزيد واحد تيست ولا جوج واجي طلعي، حيت عندنا معاك هضره. انت كاع الناس حبوك في هذا اللايف هذا، كلشي كي ولا كيبغيك. لا والله حتى بينا فيك بنت الناس، وانت ما انا كنقول لك تقولي. لا لا سمعني، كون خليتك بوحدك كون غوفل عليك. وربي شاهد ما عمري حطيت يديا في يد شي ولد الناس. الله انت انا سبحان الله، عمري يدك قاسها شي ولد الناس شي ولد؟ اقسم بالله ما عمري تصاحبت مع شي ولد الناس ولا عطيتو شي كلمه. ونسولك نسولك كنت كنشوف واحد الحاجه قدام بلاتي بلاتي. وولد الحرام؟ لا حتى ولد الحرام ما كندوز من جهتهم حتى حاجه. زعما انت تكوني من دوك 20%؟ يلا اجل 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 يونا اجل يونا. عارفه عمرك دخلتي اللايف ديالي في يونا ولا ما دخلتيش ليه؟ لا. يلا انستالي الابليكاسيون يونا وكتبي غير سيمو غيطلع لك اللايف ديالي صافي. اوكي يلا نحن في انتظارك. يلا. حصل.